25. السلام عليكم. هي في أطعمة مفيدة لصحة القلب؟ يعني في حاجات ممكن أكلها تساعدني إن القلب يكون صحي وسليم دايما طول العمر، أو بتعمل وقاية من أمراض القلب المعروفة زي ارتجاع الصمام المترالي أو مشاكل عضلة القلب المعروفة أو ارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم؟ في أطعمة بتعمل كده. لها مواصفات؟ لها مواصفات. في حوالي 5 مواصفات عندي للأطعمة المفيدة لصحة القلب والناس اللي عايزة تقلل الكوليسترول وتقلل من ارتفاع ضغط الدم. أول حاجة عندي لازم الطعام يكون قليل من الدهون، يعني قليل من الدهون، يبقى الطعام بتاعي قليل من الدهون. قليل من الاملاح، خصوصا املاح الصوديوم اللي هي بتسبب ارتفاع الضغط ومشاكل الشرايين المعروفه. رقم 3، قليل من الكوليسترول، يبقى القليل من الكوليسترول في الطعام. رقم 4، القليل من السعرات الحراريه. رقم 5، الكثير من الالياف، يبقى 4 قليل و1 كثير. قليل من الدهون، قليل من الاملاح، قليل من الكوليسترول، قليل من السعرات الحراريه، والكثير من ايه، من الالياف. طبعا طبيعي جدا يحدث توازن، ان انا اعمل توازن بين العناصر والسعرات الحراريه، بمعنى ان انا لو تناولت وجبه مثلا فيها دهون عاليه شويه، يبقى الوجبتين التانيين لازم يكون الدهون فيهم قليله، واحاول بقدر الامكان في اليوم اللي بعده اخلي الدهون قليله في الاكل بتاعي عشان ما يحصلش زياده في نسبه الدهون فين، في الدم. طيب ايه الاطعمه اللي موجود فيها الحاجات دي؟ قطع الفراخ مثلا او اللحوم الرقيقه زي الصدور بتاعه الفراخ. صدور الفراخ بتبقى فيها الدهون قليله جدا والسعرات الحراريه قليله جدا. طبعا كل ما تكون الحاجات دي مسلوقه او مشويه تكون افضل، يبقى السلق او الشاي بالنسبه للاطعمه يكون افضل كتير جدا. او الاطعمه لما اكون موجود في مطعم بره وعايز اكل حاجه، اكل حاجه مسلوقه او مشويه او مطهيه على البخار، بتبقى احسن الحاجات طبعا المعروفه بالنسبه للاطعمه. كمان لازم يكون الاطعمه بتاعتي قليله من الكوليسترول والدهون. اخليني دايما في الفواكه، في الخضروات، في الحبوب الكامله. كمان ممكن الفول والبقوليات، الحاجات دي من الحاجات الجيده جدا جدا في الاكل، ما فيش فيها اي مشاكل. واحنا قلنا الاسماك الغنيه بالدهون الثلاثيه زي اوميجا 3 من الاكلات الجيده جدا جدا لصحه القلب. السلام عليكم.